النقل في جاد يمر بتحديات ومشكلة جمة يعيشها السائقين أو الركاب نفسهم. لعرض هذه المشكلات والبحث عن حلول ناجعة لها، اجتمعت وزيرة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوية فاطمة جوكوني والداي بقائدة سائقي دراجة الأجرة المعروفة بالكيلاندومان للتوقيع على اتفاقية معهم، وذلك من أجل التعاون المشترك بين الحكومة والنقابة. من جانبه رئيس نقابة سائقي دراجة الأجرة الكيلاندومان إبراهيم محمد يوسف أكد بأن هذه الاتفاقية سوف تساعد الجميع للوصول إلى الحلول المتفق عليها. اليوم أننا بدينا العمل مع الوزيرة، خلاص يعني البابيه سيني، نقول لكل كيلاندومان هنتشات الفي فيل دي نيمينا ولا الفي بروفينس كومبلي، خلاص الامل الترانسبور ايوم شالاته في ايدينا، ده انينا كل فرحانين فوقا وجمينا خدمه ده نقوم فوقا 100% لكافه المواطنين هنا التشادين. وشكر الكبير يرجع لرئيس الجمهوريه دائما في خطته البريزيدان محمد ادريس ديبي، بقول لنا شنو وطن ده وطنكو ودوبي أدلة أننا كله نقوم لك ليان حقنا كله إن شاء الله نشيلون بأمن والأمان، والكاسك كله ليه سكرتي هنا رسنا ده نشيله، والتريفيزير ليه شيء الورا كله كود دي لارود شغل بس قاي في كود دي لارود أننا نتبقه. الأمين العام لوزارة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوية دي ولني لورا أشار إلى أنهم تباحثوا مع قادة سائقي الدراجات النارية التي تعرف بالكيلاندومان منذ أكثر من فترة، والاتفاق الذي تم توقيعه اليوم جاء بعد عدة مناقشات. سنابات ما متصدون الكيلاندومان دون مع سنديكا نام أسا وسلنا سنابات وفي بات ده engagement كتير جاي. ministère كل إندا engagement ولا موتو تاكسي كل كلاندومان كل إندا إندم engagement أنام. ومن بس مين أتلي ده ورولينا كنشنو. كلين سولينا تكس تكس على انكادري كتير أنام ده. ومن كلو على سينديكا ده. يمشي هاد جل تاكسيمان وايدين. كتير أنام شنو. كود دورو كلو شنو. وفي نهاية الاجتماع تم توقيع الاتفاقية الموقعة من قبل الطرفين، وستدخل حيز التنفيذ منذ هذه اللحظة، وذلك لتحدي الأزمات المطروحة في الاجتماعات السابقة.